Son Fazla beni kahlamadı. No. حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمت لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط. نعم يجوز لحر على نكاح أمت بشروط ثلاثة شروط فقط. ثم ذكر هنا نكاح أمت لغيره، لماذا هذا القيد؟ أما نكاح أمت لنفسه لا يجوز بهذه الشروط أيضا. أمت الغير يجوز نكاحها بهذه الشروط، أما نكاح أمت نفسه لا يجوز، النكاح ليس بجائز. لماذا؟ هو يملك بضاعها، فهذا يعني لغو، هذا النكاح يكون لغوا، وهو لو ملك أمتا يجوز له التصري. ثم ولو مبعضة نعم يجوز النكاح بهذه الشروط الثلاثة، أحدها بعاجز للتصوير، يعني أحد هذه الشروط بعاجز عمن تصلح للتمتع، وهو يعجز عمن تصلح للتمتع، كيف؟ إما زوجة أو أمت أو رجعية، هذا عام، من تصلح للتمتع هي عامة، إما زوجة حرة أو زوجة أو يعني لا زوجة يعني حرة أو أمت زوجة، زوجة هذا هو، ثم ثانيا إما هو يملك أمتا عنده أمت مملوكة أو يعني عندها رجعية وطلق رجعية، ثم عند تلاقي وقت كونها مطلقة رجعية لا يجوز له أن يتزوج أمتا، لماذا؟ لم يتعسر عنده هذا التمتع، لأنها في حكم الزوجة، لأنها في حكم الزوجة نعم، لأن رجعية ما لم تنقل عدتها في حكم الزوجة، ما معناه؟ في جواز الاستمتاع بها. إذن على الفعل يعتبر رجوعا في الطلاق، مثلا هو جامع فهذا الجماع يعتبر رجوعا في الطلاق، هكذا ما لم تنقضي عدتها بدليل التوارث في ان لا يكون تحته شيء من ذلك. فاذا لانها في حكم الزوجة، لماذا ذكر لانها في حكم الزوجة بهذا الدليل، يعني بدليل التوارث، متى لو مات احدهما في العدة يتوارثان، لذلك بأن لا يكون تحته، هذا صورة للعجز، كيف يكون عجزه عمن تصلح لتمتع؟ بأن لا يكون تحته شيء من ذلك، يعني زوجة لا أمت لا رجعية ولا قادرا على نكاح حرة. ثم أمر آخر، لو كان قادرا على نكاح حرة لا يكون عاجزا، فإذا لو لم يكن قادرا على نكاح حرة أو لو كتابية يكون عاجزا، لماذا لا يكون قادرا على نكاح حرة؟ لعدمها، حرة غير موجودة في بلده أو فقيره، هو فقير ليس عنده مونة، أو التسري بعدم أمت، أو التسري أتهن على قوله قادرا على نكاح حرة، فإذا ولا قادرا على التسري، ولا قادرا على التسري بعدم أمت في ملكه أو ثمن لشرائها، فإذا في هذه الحالات كلها لو ثبت العجز يجوز إلا لا يجوز. ثم ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول، فإذا ليس عنده بالنظر إلى حالة نفسه هو عاجز، لكن هو يجد رجلا يقرض هذا المال، مال يعني ماذا يفعل؟ إما يشتري أمتا يتمتع بها أو يتزوج امرأة، وهذا المال كفاية ماهر ومونة نفقة، هكذا إما يقرض قرضا أو يهب، لا يقبل لا يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمتي، لا لمن له ولد موسر، فإذا رجل له ولد موسر، فإذا عند ولده هذا المال هل يجوز أن يتزوج أمتا؟ لا يجوز. أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطأ، أو حريمة كبيرة السن، أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء، فتحل لمته. نعم، وهذا الرجل أيضا يعتبر عاجزا عن امرأة يجوز التمتع بها، تصلح التمتع. وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحد يجوز له نكاح لمته. لماذا؟ الزانية لا تصلح للتمتع باعتبار العرف، هكذا ذكرنا.
ثم ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل له، يعني عنده هكذا عمت، لكن عمت يعني غائبة عن بلده، لكن مع غيبوبتها وهي قريبة من البلد. هذا القرب كيف يعتبر؟ بعدم مشقة قصدها، إما يذهب إليها أو هي تنتقل لبلده، هذا وأمكن انتقالها لبلده، يعني ليس من جانبهما مشقة، عندئذ لم تحل لهما. أما لو كانت عنده غائبة، إما هكذا زوجة في بلد آخر أو يعني بعيدة، ها في مكان بعيد عن بلده هكذا، ولاحقه مشقة ظاهرة من أن ينسب متحملها بطلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها، أو يخاف الزنا مدة قصدها وهي كالعلمي. نعم، كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له. في هذه الحالات يجوز يحل نكاح الأمة، لماذا؟ لمشقة الغربة له، للمشقة له، مشقة الغربة. نعم، فإذا في مثل هذه الأيام، يعني أيام الهجر كذا كذا وأيام الحبس، لا لو كانت قريبة إذا لا يمكن يعني الانتقال إليها والذهاب إليها، في هذه الحالات يعني يمكن يجوز. ثم وثاني، هذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني، بخوفه زنا، فإذا هكذا ليس عنده من تصلح التمتع بها. ثم الثاني، خوف الزنا بغلبة شهوته وضعف تقواه. متى يخاف الزنا؟ لو كان فيه أمران، شهوته غالبة، يعني في شهوته حدة، حدة هكذا، يعني تختلف أحوال الشهوات في بعض الرجال أو النساء، يعني شديدة، يعني فيها حدة، وفي شهوة بعض الناس لا يكون هذه الحدة. نعم، عندئذ لو ضعف تقواه يخاف الزنا، وإلا لا يخاف الزنا. إذا مجموع هذه الأمرين فتحل للآية في قوله تعالى، في هذه الآية ذكر الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني هذه الشروط مذكورة في القرآن، فشرط ذلك لمن خشي العنت منكم، عنت الزنا. فإن ضعف شهوته وله تقوى أو مروة أو حياء يستقبح معها، يستقبح معها الزنا، إما هكذا شهوة ضعيفة على تقوى قوي، أو على العكس، أو قوية شهوته وتقواه كلاهما، شهوة قوية تقوى أيضا قوي، عندئذ لم تحل له ولا متنع، لأنه لا يخاف الزنا. ثم ولو خاف الزنا من نعمة بعينها لقوة ميله إليها، يعني هل يجوز له؟ لم تحل له كما صرح به، يعني وهو يميل إلى أمة خاصة، هو لا هو يخاف الزنا لهذه الأمة فقط، لا يخاف زنا غيرها من اللماء والحرة، عندئذ لا يجوز. فهذا يعني تقصيره، لماذا يميل قلبه إلى واحدة؟ فإذا ينبغي أن يكون خوف الزنا عاما مطلقا. نعم، ثم والشرط الثالث، أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها. يمكن وطؤها، ما معنى يمكن وطؤها؟ هذا باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس. نعم، فإذا لو كانت يعني كبيرة السن لا يطوى مثلها فلا يعتبر. نعم، أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها، فلا تحل له إلا الأمة الكتاب، فلا تحل له إلا الأمة الكتابية. نعم، ينبغي أن تكون الأمة مسلمة. سبق أن بينا جواز نكاح الكتابية، لكن هنا لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، والذي سبق يعني نكاح الأمة الحرة الكتابية، وهذا نكاح الأمة الكتابية لا يجوز مطلقا. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة، يعني عند الإمام الأعظم شرط واحد فقط، عندنا ثلاث شروط، لو لم يكن عنده أمة لا حرة يجوز له نكاح الأمة، يعني عنده قاعدة هكذا، لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. نعم، ثم فروع، لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسرها، يعني أولا كان فقيرا معسرا لذلك جاز له نكاح الأمة هكذا، نكح تزوج، أو نكح الحرة
ولن نكح الأمتاع بسبب هذا، ثم بعد ذلك صار موسرا، لذلك نكح الحرات ثانية حرات والأولى نمت. هل ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ نكاح الأمتاع، لم ينفسخ نكاح الأمتاع. ثم ما هو أحكام الأولاد؟ هذا الذي يقول: وولد الأمتاع من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها. ولد الأمتاع قن يعني رقيق، ذكرا كان أنثى، لمن؟ لمالك الأمتاع، قن لمالك الأمتاع. فإذا أولاد الأمتاع قن أرقاء. هذا ولد إما من نكاح أو غيره أو من تسري، من نكاح أو غيره. هذا غير كيف كزنا، نعم، رجل زنا بأمت، نعم، أو شبهة، يعني رجل وطيع أمتا بشبهة وولدت هكذا بأن نكحها أو هو موسر. هذا مثال لي صورة الشبهة إن لمالكها. فإذا ولو غر بحرية أمت، يعني هذا فعل به الغرور والخيانة. كيف هذا؟ مثلا قال له ولي المرأة إنها حرة، في الحقيقة هي أمت، لكن قال للرجل إنها حرة، هكذا غرة، يعني صار مغرورا، وقع في الغرور بحرة أمت، وتزوجها، وأولادها الحاسلون منه أحرار ما لم يعلم برقها. فأولادها الحاسلون منه أحرار ما لم يعلم برقها، يعني لو علم برقها بعد ذلك لو تم العلوق يكون هذا يعني أرقاء، لا يكون أحرار. فإذا أولادها الحاسلون منه أحرار ما لم يعلم برقها، وهذا بأي شيء يعتبر؟ يعتبر بالعلوق، لو علم ثم تم العلوق. فإذا لو كان العلوق قبل العلم فالولد من هذا العلوق يكون رقيقا، لا حرا، يكون حرا. فإن كان عبدا، ممكن هذا المغرور لو كان عبدا أيضا هكذا، يعني الزوج المغرور عبد، ويلزمهم قيمتهم يوم الولادة. فيلزمه، يلزم من؟ يلزم المغرور قيمتهم، قيمة هؤلاء الأولاد يوم الولادة، يعني هؤلاء الأولاد لو لم يغر يعني يكونوا أرقاء لهذا السيد، نعم، لمالك الأمتاع. فإذا بسبب غروره هو فوت على مالك الأمتاع هذا المال، فوت عليه هذه الأموال، يعني ذلك يلزمه قيمته يوم الولادة. ثم وعلم لمسلم حر فتو أمته الكتابية، هذا مسألة التسري، على لمسلم حر وطوء أمته الكتابية للوثنية والمجوسية. فإذا هنا الكتابية بمنزلة يعني المسلمة، هنا أمتها الكتابية، الكتابية ليس للاحتراز عن المسلمة، بل هذا أمت وطوء المسلمة، هذا يعني معلوم، ومع ذلك يجوز أن يوطوا الكتابية أيضا، هذا للاحتراز عن الوثنية والمجوسية، لذلك قال بعده للوثنية والمجوسية. فإذا يجوز للمسلم حر وطوء أمته المسلمة والكتابية مثل النكاح. أما نكاح علمت الكتابية ليس بجائز كما سبق. ثم تتمة: لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مونة، يعني سبقا بينا العبد يتزوج بإذن مالكه، العبد يتزوج بإذن مالكه. فإذا لو أذن مالك سيد لعبده بالنكاح هل يضمن المهر أو المونة؟ لا يضمن المهر ولا المونة، بل كلاهما في كسبه أو في تجارته، يعني العبد يكتسب هذا المهر، يكتسب من عمله أو تجارته هذا المهر والمونة ويعطي للزوجة، هكذا هو لا يضمن. نعم.
شددت في إذنه ضمان، غاية لعدم الضمان، ممكن شددت في إذنه في إذن النكاح للأبد ضمان، لكن مع ذلك لا يعني. بل يكونان في كسبه، يعني المهر والمهنة كلاهما في كسبه، في كسب العبد وفي مال تجارة أذن لها به، يعني لو كان مأذونا للتجارة فيكون في مال تجارة أذن له فيها، ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط. فإذا هذا لا يكون مكتسبا ولا مأذونا بالتجارة، بل أذنه في النكاح، المالك أذن لعبده في النكاح، وهذا العبد ليس مكتسبا ولا مأذونا، فإذا لا يضمن المالك أيضا. فإذا ما هو حال المهر والمؤونة، يعني هما ثابتان في ذمته فقط. فإذا لو أعتق فيما بعد ثم بعد ذلك كسب المال، أو يعني صار مكتسبا فيما بعد، أو مأذونا بالتجارة فيما بعد، فإذا يؤخذ من هنا يؤتي فقط كزايد على مقدر له، يكون في ذمته مال آخر كزايد، يعني مال زايد على مقدر له، على مقدر يعني على مفروض من سيده، السيد قدر له مقدارا من المال، فإذا وجب عليه ثبت على ذمته مال أكثر من هذا المقدر المقدار المفروض، فهذا الزايد أين يكون؟ في ذمته. كذلك وماهر وجب بوطئ في نكاح فاسد، كذلك يجب في ذمته مهر، كيف وجب المهر بوطئ في نكاح فاسد لم يأذن به سيده؟ نعم يجب في ذمة العبد هذا المهر، يبقى في ذمته. ولا يثبت مهر نصلا بتزويج عمته، ولا يثبت مهر نصلا بتزويج عمته لعبده، يعني رجل عنده أمة وعبد زوج هذه الأمة لعبده، هل يجب مهر؟ لا يجب المهر أصلا، وإن سماه ممكن هو سما بالعقد المهر، لا يجب هذا المسمى، ولا يجب مهر المثل، ولا يجب شيء. وقيل يجب ثم يسقط، يجب المهر ثم يسقط، لماذا؟ هذا العبد والأمة كلاهما مال لمن؟ لهذا المالك. فإذا لو وجب كأنه يملك لنفسه ماله، رجل يملك لنفسه مال نفسه، هذا باطل لغو، لذلك وهنا لا يثبت شيء. ما بعد يعني مسألة الصداق، يعني المهر، لو فرغنا من هنا نكتفي إن شاء الله، باقي نقرأ غدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، واوصلنا إلى خير مقاصدنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع أبواباننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم عافنا وأهلنا وذوينا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. اللهم ربنا يسر لنا، ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلا مغفرا فيهما، واجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الحصد والجنون والجذام والبغي والطاعون والوباء ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا بالدعاء، وارحمنا وارحم موتانا وموتى من أوصانا بالدعاء. اللهم ارحمنا وإياهم، وعافنا وعاف مرضانا ومرضاهم. اللهم اشفنا وإياهم شفاء عاجلا، وعافنا وإياهم عافية لا سقم معها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الصالحين. نعم تقبل الله منا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخنا. آمين.